شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. عيدكم مبارك، يسرنا ويشرفنا أن نلتقي مع فضيلة المفتي العام الأسترالي الشيخ إبراهيم أبو محمد وكلمة عامة للمسلمين في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كل عام وأنتم بخير. هذا يوم تلتقي فيه القلوب على الفرحة بعدما التقت على طاعة الله خلال الشهر الكريم. نرجو أن تكون همة رمضان وأن تستمر لبقية السنة، ونرجو أن تستمر نية العطاء وهمة العطاء، وأن يتمتع المسلمون بكامل حقوقهم، وأن يحافظوا على هويتهم، وأن يساهموا في بناء المجتمع الأسترالي. أنتم جزء من هذا المجتمع وشريحة مهمة من شرائحه، فلا تستشعروا الغربة أبدا. قدموا لهذا الوطن بعض ما قدمه لكم، قدموا لهذا الوطن بعض العطاء، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وعلينا أن نكون سفراء لرسول الله في المجتمع المهجر، وهذه دعوة بالحال قبل أن تكون دعوة بالمقال. كل عام وأنتم بخير. كانت خطبتك تقريبا مركزة في بدايتها عن الأحداث الآثمة التي كانت تقع في بلاد الحرمين في الحرم الشريف من قبل فئة مارقة متطرفة، فما هي نصيحتك للمسلمين الذين قد يعني يغويهم الشيطان وينزلقوا الى هذه المسالك، مسالك تطرف؟ يعني هذا يعني القرآن الكريم يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا اقدس مكان في الجاهلية والإسلام، ويعني هذا هو المكان الذي كان يحظى حتى بقداسة اهل الجاهلية، فكيف يستبيحه مسلم؟ يعني هذا السلوك يتنافى تماما مع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتنافى مع مبادئ الإسلام. هذا بالإضافة إلى يعني استباحة بيت الله الحرام، استباحة لدماء المسلمين عماره وزواره والمصلين فيه. يعني هذه من أكبر جرائم الإنسانية، وأظن أنها من الجرائم التي لا تغتفر، لا يجوز للمجتمع أن يغفرها أبدا، ولا يجوز للمجتمع أن يتسامح فيها. وأحمد الله أن المسألة انتهت بسلام، وأحيي العيون الساهرة التي حفظت بيت الله الحرام. الله يحفظهم ويرعاهم ويقي المملكة شر كل سوء وكل تآمر إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. شيخ، ما هي نصيحتك إلى الدعاة إلى أن يجنبوا الشباب في هذه البلاد، بلاد الغرب، من أن يعني يقتروا بهذه الأفكار، أفكار التطرف، أفكار التشدد، وبحكم أنك أنت المفتي العام لأستراليا، ما هي جهودكم أصلا في إيقاف هذا الفكر؟ والله هي الجهود الحمد لله كبيرة وعظيمة ولها ثمار الحمد لله محسوسة يعني، لكن أنا أنصح الدعاة أن يركزوا على الجانب الإنساني في الإسلام. الإسلام كان إنسانيا من اللحظة الأولى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، لم يقل خلق المسلم أو خلق المؤمن، وإنما خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق. وأنا أحصيت يعني أحصيت أعداد تكريم الإنسان في القرآن الكريم، كان فيه أكثر من 14 تكريم في نصوص القرآن لمطلق الإنسان. فالدين إنساني، إنساني النزعة في مصادره الأولى، يعني في بواكير الوحي كان إنسانيا النزعة، وكان دينا تصالحيا مع الآخرين حتى وإن اختلفوا معنا في الدين. ولذلك القرآن الكريم علمنا قاعدة ذهبية أدبية عظيمة جدا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، الآية في سورة الأنعام، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اختلاف الدين لا يمنع أبدا، لا يمنع من التعامل الإنساني، واختلاف الدين لا يجوز أن يكون سببا للتمييز بين الناس في الحقوق والواجبات. يعني هذا هو الدين الذي أفهمه أنا ويفهمه علماؤنا ودرسوه لنا وندرسه للآخرين. يعني النزعة، يعني النزعة المتطرفة التي تريد أن تنعزل بالإنسان عما عداه من البشر، هذه نزعة تتنافى مع دعوة القرآن الكريم. يا أيها الناس اذكروا رب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا النص يؤكد أن الإسلام يتجاوز حدود الجغرافيا وحدود التاريخ ويربط البشر جميعا بأصل واحد كأسرة إنسانية. هذا واحد. اثنين، الغاية من الخلق إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا. الغاية هي التعارف وبناء جسور من العلاقات بين الناس وبعضها. أنت مسؤول عن زملائك في القطار، أنت مسؤول عن الناس، أنت تحمل رحمة الله للعالمين، فلا بد أن تصل هذه الرحمة إلى خلق الله. جزاك الله يا شيخ. نعم. وأنتم بخير إن شاء الله.